الخبر الاول اللي عدى عن محمد جواني ورد على بيسان وانس الشايب وماي الجمال غيرهم اليوتيوبر اللي يحتون عليه. محمد جواني نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب ورد بيه هو سب الاردن وقال بالعكس انه هو يحبها ونفى هذه الاشاعات وتجمع على بن سوري انه هو سوى فتنه بين السوريين والعراقيين بسبب لعبه ببجي. وطبعا نفس الوقت صار يستهزئ بام بيسان. رابطكم رابط مقطع بالوصف قال بيه كلام كلش مهم اتمنى انكم تروحوا تشوفوه. وبالنسبه اللي شافوه اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالمقطع وهل تتفقون بكلام جواني او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أسامة مروة، فأسامة نزل على حسبه بالإنستغرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات على من خلالها إنه راح ينزل مقطع، كل كان كاتب عليه اليوم راح تفهموا كل شيء، في الأغلب استغرب من موضوع المقطع ينزل الساعة بالستة. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو وسام تيكت، فوسام نزل على حسبه بالإنستغرام بث مباشر، كل كان بي واحد من المتابعين يسأله إنه هل محمد طبنجة طلع من الفريق؟ فرد عليه إنه راح يسوي مقطع بعدين وينزله بالقناة، فتتوقعون صارت مشكلة بيناتهم راح تكون بث. طبنجة راح يطلع من الفريق؟ والله مشان موضوع طبنجة بنحكي فيه بالفيديو على اليوتيوب اذا الله ما راح اكثر حديهم. اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو تتوقعون صاير بين وسام تيكت ومحمد طبنجة. الخبر الثالث اللي عدنا عن وسام تيكت واستهزاء بياسو، فوسام تيكت نزل على سبب الانستغرام بث مباشر وبهذا البث المباشر جنبي واحد من المتابعين يساله شنو سبب مشكلتك ويا ياسو، وصاير يرد عليه ويستهزئ يقول الناس تسامحونا ويا بعض ولما الفيديوهات اللي كنا نقدمها هي كانت قويه، وصار يقول انه هو يكره كل يوتيوبر حط لكم البث. شوف اذكر ايام زمان لما كنت بجننوا، لا فيديوهات كانت بجنن بس انت ما بتعرفوا شيء ورا الفيديوهات ترددها. سنة ممكن تشرح لنا مشكلتك مع هذاك؟ ما عندي مشكلة مع حدا، أنا ما عرفت من هذاك بس ما عندي مشكلة مع حدا. وأنا يعني كرهان الكل صراحة، بحكيكم هيك كله هيك زنيخ على اليوتيوب كذا وهيك كرهانهم يا أخي، بكرهون أنا بكرهون يا أخي. فاكتبوا لنا أحبابي بالكومنتات شو رأيكم باستهزاء وسام تيكت بياسو. الخبر الرابع اللي عدنا عن انس واصاله، فانس واصاله نزلوا على حسابهم بالانستغرام هالشويه ستوريات، الستوري كان يقول بها ان واحد من المتابعين طلعوا اشاعه انه مينا مرضانة انه مرض خطير وما ادري شنو، صار يرد عليهم وين في هذه الاشاعات ويقول انها كلها كذب، وقول الله سامح اللي طلع الاشاعه راح احطكم الستوريات تشوفوها. يا جماعه عم تجيني رسائل كثير عم حاولوا الناس عم يقولوا انه انا نشرت شيء انه ميلا مريضه، ميلا مو مريضه، ميلا تمام الحمد لله وفي اخبار كثير حلوه كمان، فكله كذب وما الله يسامحه اللي بلش، ولكن كذب واشاعات وغلط ما صار. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين بيسان اسماعيل وانس الشايب على نارين بيوتي، هم يسألون السبب فبعد ما بيسان نزلت هذا المقطع وصاروا يتهجمون عليها بسبب ملابسها القصيره، واللي كانوا يتهجمون عليه منهم جمهور نارين بيوتي، لانهم اساسا اكو مشكله بينها وبين بيسان اسماعيل، وقت نارين نزلت على سبب الانستغرام هذه الستوري اللي كانت بنوعا ما لابسه ملابس غير ملائمه فصاروا يتهجمون عليها جمهور بيسان وانس الشايب، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل يستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. وبس والله وصلنا نهاية المقطع، من المقطع عجبكم تحطوا لايك تركوا بالقناة حبايب، لازم نحط لايكات عمود رجع تفاعل القناة. وبس كانكم فايزين، مع السلامة.